حضراتكم مرة أخرى في آخر فقراتنا في هذا الصباح. المبادرة الثانية اللي هنتكلم عنها النهاردة خاصة بمرضى العيون في مصر، وهي مبادرة رئاسية تحت عنوان نور حياة. هذه المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار هتكون لمدة 3 سنوات، خصص لها 1 مليار جنيه من صندوق تحيا مصر. الدراسات العالمية الحديثة أثبتت أن في علاقة ما بين ضعف البصر وما بين مستوى التحصيل العلمي، فبالتالي هذه المبادرة بتستهدف بالدرجة الأولى تلاميذ المدارس بعد دراسة شملت أكثر من 60,000 شخص. هنتكلم عن هذه المبادرة بالتفصيل، إيه السبب وراء إطلاق هذه المبادرة، مع ضيفي الكريم أستاذ محمد سعيد فرغل، وهو المدير التنفيذي لبنك الشفاء المصري وأحد مؤسسي مبادرة نور حياة. صباح الخير، برحب بحضرتك. صباح النور، أهلا وسهلا بيك. طيب، ما دام في مبادرة يبقى أكيد في مشكلة. نعم صحيح. عايزة أتكلم عن هذه المشكلة، ولكن اسمح لي أتكلم عن كل هذه التفاصيل بعد ما أعرف الناس في هذا التقرير عن إيه هي مبادرة نور حياة. هنشوف مع بعض هذا التقرير وهرجع مرة تانية، خليكم معنا. بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار في محافظتي السويس والإسماعيلية للكشف على الكبار، على أن تبدأ قوافل الكشف الطبي في المدارس الابتدائية غدا الأحد مع بداية الفصل الدراسي الثاني. وينفذ صندوق تحيا مصر المبادرة الرئاسية نور حياة بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ومؤسسات خيرية، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، وذلك خلال 3 سنوات وعلى 4 مراحل بتمويل يقدر بمليار جنيه من الصندوق. وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة إجراء المسح الطبي على 147,000 مواطن في محافظات الشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا، وإجراء 20,000 عملية مياه بيضاء وزرقاء مجانا خلال العام الجاري. تتضمن المبادرة أيضا استقبال ضعاف البصر لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتحليل السكر والضغط للمواطنين وصرف العلاج من الصيدلية مجانا، وفي حالة إصابة أي مريض بمرض يستدعي عملية مياه بيضاء أو زرقاء يتم تحويله إلى المستشفى وتحديد ميعاد لإجراء العملية. كما تستهدف الحملة إجراء الكشف الطبي لنحو 660,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية في 6 محافظات هي الشرقية والإسكندرية ومرسى مطروح والمنيا وقنا والأقصر، وتسليم 132,000 نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي مجانا. برحب بحضراتكم مرة أخرى، خلينا نتكلم برضو بتفصيل أكتر عن هذه المبادرة. أستاذ محمد، عايز أسألك عن المبادرة، احنا عندنا 100 مليون صحة برضو شغالة دلوقتي، هل هذه المبادرة مبادرة نور حياة بتستهدف كل المواطنين، كلهم هيستفيدوا منها ولا فئات معينة؟ أولا يعني المبادرة بتاعت نور حياة بتستهدف الأكثر احتياجا، وبالتالي بتنزل للقرى والأماكن اللي هي لم يصلها الخدمات أو الخدمات فيها نقص في الخدمات، بتتوجه للمواطن ولطلبة المدارس في القرى الأكثر فقرا. المبادرة ناتجة من احتياج وليست ناتجة من يعني شيء كإعلامي أو شيء زي كده، لا، احنا بنعمل الكلام ده بقالنا مثلا سنوات فيه، بنتكلم على احتياجات الرمد في مصر. الرمد مشكلة موجودة، فيها مشكلة في ثقافة الناس في استخدام كل ما يتعلق بالجوهرتين اللي هو ربنا حطهم له في وشه وحطت له فيهم عناية كبيرة قوي، حطت له جفن وحطت له رموش، كل دي حمايات، ثم احنا نيجي بسلوكيات خاطئة بإهمال بكده بندمرها. فالحملة هتتكلم على وقاية وعلاج وكل شيء. المبادرة اللي أطلقها سيادة الرئيس، احنا متأكدين واثقين تماما من نجاح المبادرة، لأن اللي فات بيثبت ذلك.
احنا اشتركنا احنا كبنك الشفاء المصري بنشترك في كل المبادرات الصحيه اللي سياده الرئيس بيطلقها. وسياده الرئيس بيطلقها بوعي اكبر وشموليه اكتر برؤيه كبيره بتتكاتف فيها جهود الدوله كلها لانجاح المبادره. فيروس سي تجربه رائده في مصر. اطلق سياده الرئيس اول حاجه انتاج 1,000,000 جرعه لعلاج المرضى في فيروس سي. وقتها كان المرض الناس في المرحله الرابعه والثالثه في اخطر مراحلهم للدخول الى الاستسقاء ومشاكل لا يمكن علاجها وزراعه كبد وغيره وغيره وغيره. كنا محتاجين الدواء اكتر شيء. اطلق سياده الرئيس وقتها المبادره انتجت الشركات اشتغلت وانتجت الدواء اتعالجت الناس. ها ثم انتقل للمرحله الثانيه. مش سكتنا على كده لا انطلقنا للمرحله الثانيه. 100,000,000 صحه 100,000,000 صحه عباره عن الناس بقى اللي مش عارفه ان هي عندها المرض. أيوة اصلا البحث عن المرض ما انا عايز اقضي عليه. فانا الاول اشوف اللي بيشتكي وبعد كده اروع على اللي ما بيشتكيش لان المرض ده مسمينه القاتل الصامت يعمل في صمت لقاتل الانسان. فبالتالي انا بدور عليه. وبالتالي النهارده كل الناس نزلت انا واسرتي وكده نزلنا وحللنا وكل شيء. ليه؟ لان المبادره دي لازم تنجح. وبعدين غير كده كده المقومات النجاح التخطيط الجيد اللي موجود واستخدام التكنولوجيا. ما فيش مبادره من المبادرات دي الا بتستخدم التكنولوجيا التاب وقاعده معلومات عشان نقول ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته. فبالتالي لا انا عايز اعمل قاعده معلومات لازم يبقى عندي عارفه حجم المشكله قبل ما ادور على حلول. وبالتالي قاعده المعلومات دي اللي بتتعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثه هي اللي بتنجح. وبالتالي النجاح الحمد لله والشكر لله في كل المبادرات اللي تمت سواء القضاء على قوائم الانتظار سواء ال 100,000,000 صحه سواء قبليها العلاج. كل دي الحمد لله والشكر لله باستخدام تكنولوجيا واستخدام تخطيط جيد الحمد لله حققت نجاح وابهار للعالم. يعني الناس كلها بتشوف تجربه مصر في فيروس سي تجربه رائده. فالكلام ده ان شاء الله باذن الله في مشكله المرض. احنا عندنا العيون نسبه العيون. احنا كمؤسسه بنعمل قوافل للرمد وبنعمل الاحصائيات عندنا داخليا غير الاحصائيات العالميه. الاحصائيات العالميه بتقول ان في 253 مليون مصاب بضعف الابصار منهم تقريبا 36 مليون مصابين بالعمى في العالم اكثرهم في الدول الناميه. ها والدول اللي فيها نقص في الخدمات وكلام من ده. احنا برضو عندنا مشكله موجوده. احنا لما بنعمل القوافلنا بنعمل احصائيات احصائيات داخليه لينا قد لا تكون متوافقه مع الاحصائيات العالميه قد تكون بس بنعملها. يعني احنا من احصائياتنا بنطلع بنقول نسبه اللي بيحتاجوا نظارات 40% عندنا في القوافل بتاعتنا احنا في مؤسسه بنك الشفاء. فبنحنا طالعين بنقول ان احنا هنعمل قافله بالشكل ده هنجهز يعني دعم مالي للقافله يغطي 1 2 3 من تحليلاتنا اللي عملناها. نسبه العمليات بتتراوح من 13.5% من الحالات اللي بنكشف عليها. ولكن المشكله كبرت قوي عندنا في مصر من ايه؟ يعني ايه في عندنا مشكله؟ في عندنا اولا زواج قرايب في القرى وفي الصعيد وكلام من ده بيبقى في عامل وراثي. في جزء تاني في السلوكيات النظافه ودي مهمه جدا قضيه انك غسيل الوش بالصابون وكلام من ده والعين وكلام من ده والاهتمام بنظافه العين وعدم خاصه ان احنا الجو هنا فيه اتربه كتير واتربه. طبعا احنا كنا عاملين قافله يعني في الظهير الصحراوي في المنيا منطقه ترابيه اللي هي الظهير الصحراوي الغربي نسبه الرمد فيها او نسبه امراض الرمد كلها ما بين ميه بيضاء كانت عاليه جدا في القافله دي. فبالتالي يعني من ضمن الحاجات المشاهدات اللي كانت فيها كنا بنعمل القافله في المدرسه والاطفال المدارس كنا عاملينها على جزئين كبار ومدارس. طفل من المدارس واقف بيقول للمدرسه بيقول للدكتور اللي معانا ماسك البلط بتاعها بيشده كده يا دكتور يا دكتوره بعد ما خلصنا الكشف وقلنا له ان انت هيجي لك نظاره الاسبوع الجاي. فراح قايل لها يا دكتوره انا عندي امتحان الاسبوع الجاي وانا والله شاطر بس ما بشوفش السبوره وما بشوفش الكتاب يا حبيبي بيزغللوا معايا مش عارف. عرفت دلوقتي ان انا عشان لو جاتني النضاره هبقى شاطر واقول لهم انا كويس. والله العظيم احنا النضارات بتروح بعد اسبوع من القافله للناس. ده رحت له رجعنا تاني يوم عملنا النضاره تالت يوم رجعنا له بالنضاره بعتنا له مندوب خاص عشان يوصل له النضاره عشان يمتحن. الحمله دي فيها اطفال المدارس. اطفال المدارس ما يعرفوش انهم نظرهم ضعيف هو شايف زغلال على السبوره وشايف والاهل في البيت بيقول لك انت ما ركزتش ليه انت ما عملتش ليه. هو مش عارف مش المشكله اصلا اللي عند ابنه مش عارف ومحدش عارف فبالتالي بيلوم ابنه نفسه. ايوه فبالتالي هو بينظلم.
هقول لحضرتك حاجه يعني نموذج. انا قدامك لما نظري ضعف كنت فاكر، ما كنتش عارف ان نظري ضعف يعني، فكنت في مؤتمر وكلام من ده، فبقول اللي جنبي هم عم كاتبين الكلام مش واضح ليه، طب ليه يعني ما وضحوش الكلام؟ قال لي استاذ محمد كلام واضح، الكلام واضح. خرجت زعلان ومطرح عامل نظاره، شفت الدنيا اتنورت بقت حاجه تانية. الطفل اللي بالك يبقى عامل ايه؟ كشف النظر ده اصبح ضروره مهمه. طب ايه اهم النصائح اللي بتدوها للناس يا فندم في هذه القوافل؟ يعني زي ما حضرتك قلت ممكن يبقى عندي مشكله وانا مش عارفه ان عندي مشكله، عدم اهمال يعني سواء للاطفال او للكبار برضه. يعني شفنا حالات لما تبقى الولد عينيه حمراء وتسال الام هيبقى كويس، يعني الشافي هو ربنا، مش كده الاهمال. اهمال لما تبقى في اصابه في العين، احمرار، اي شيء، اي حاجه بتخرج من العين، تلقائي لازم تتوجهي للطبيب، ما تسويش الولد كده والا بالتالي بتدمري عينه. لما نكلم الست الشافي هو ربنا، ما فيش مشكله، احنا قلناش بس ربنا بيقول لك اسعى، السعي لعل الحاجه، وانا اروح اسيبه لغايه ما يبتاع وبعدين اقول الشافي ربنا؟ لا، ربنا ما عملش كده. فبالتالي هو المشكله في الثقافه، انه لا، لابد من الاهتمام لما يكون في اي اصابه في العين، اي تغير في شكل العين، في حاجه. لما بيجيني حالات تهمل ان الحول يكون طفل صغير وعنده حول وخايفين يعملوا عمليه الحول، يفضل لغايه مثلا سن 17 سنه ما هو ترك المدرسه وما اتعلمش الحول، وبالتالي ما تعملوش عمليه، اعمله هو كبير. طب ليه؟ طبعا هو كبير بتبقى اصعب كتير من وضع من عمره قد ايه وما اتعلمش قد ايه. فالحاجات دي مهمه، عشان كده القوافل دي والمبادره دي توعي الناس، نور حياه. يعني عارفه انت بتتكلمي دي الحياه بتاعت الانسان، بتضيع عمره. لا، دي مهمه جدا، هتعمل فارق كبير جدا، هتعمل توعيه في الشعب المصري، هتعمل علاج للحالات الاكثر احتياجا وهنبدا بيها دي. ها، ايدينا في ايدين صندوق التحرير. المبادره بدات من ايام، لكن معدل، ولكن بالنسبه للمدارس هي البدايه من ايام، لكن سياده الرئيس موجه ليها من 8 شهور عشان الاعداد اللي ليها، مش هي مش بدات كده، لا، احنا بقالنا شهور اجتماعات بقياده صندوق تحيه مصر، توجيه سياده الرئيس، تجهيزات مستشفيات، تخطيط، انطلقت النهارده. ده الانطلاق، لكن سياده الرئيس وجهنا قبل كده نجتمع وقعدنا نعمل خطط. وشباب بصراحه في صندوق تحيه مصر ومجموعه العاملين في صندوق تحيه مصر اكثر من رائعين، هم كانوا يقودوا المنظومه في التجميع والتخطيط، وقعدنا واتعملت قاعده معلومات. وحلو ان برضو تم تخصيص مبلغ كبير، مليار جنيه للمبادره. ايوه، فدي حاجه مهمه برضو. تمام. جدا. واحنا كجمعيات اهليه هنساهم في الشق من الصندوق. من صندوق تحيه مصر. انا بقول بس للناس، ده شيء كويس، ده اهتمام بالموضوع. يعني مش الموضوع في اولويات سياده الرئيس واولويات الدوله واولوياتنا احنا كمجتمع مدني، بنسعد بالمبادرات دي وننطلق نحط ايدينا في ايدين الدوله وفي ايدين صندوق تحيه مصر وكلام من ده عشان ننجح المبادرات دي لصالح المواطن المصري. هو ده المهم، وده اللي بتسعى له دايما الرئاسه وبتسعى له الدوله وكلام من ده. المواطن المصري، صحه المواطن، الصحه دي عامل كبير جدا عشان اقدر انتج. ما انا لو صاحب الاسره كف بصره انتهت الاسره من وراه. اكيد طبعا. فبالتالي لا، انا بحافظ على نظره عشان ينتج، عشان يعول اسرته، تطلع اسره جيدة. للأسف ناس كتير ما بتحسش بالمشكلة غير لما بتشوف المشكلة بعينها. يعني حتى أولياء الأمور اللي يسيب لك الطفل مثلا ماسك التابلت ولا قاعد قدام التلفزيون كتير، هو مش مدرك المشكلة اللي ممكن تحصل للطفل ده في المدرسة. أيوة. أو على مدار كمان فترة حياته كلها، يعني مش مجرد بس ما دي أخطاء سلوكية، لازم يبقى في حملات توعية كمان. يعني هو ده بالتالي كل جهود الدولة هتتضافر لإنجاح الحملة دي ونشر التوعية للسلوكيات الصحيحة للحفاظ على الجوهرتين اللي ربنا خلقهم لنا. دي أهم حاجة. يعني يا رب يا فندم ربنا معاكم. طبعا بشكر كل اللي بذلوا مجهود والعاملين يعني على هذه المبادرة، وإن شاء الله تجني ثمرها. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد سعيد فرغة، المدير التنفيذي لبنك الشفاء المصري وأيضا أحد مؤسسي مبادرة نور حياة. شكرا، تسلمي، ربنا. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وصلنا لنهاية هذه الحلقة من هذا الصباح. يا رب تكون فقرتنا نالت إعجابكم. إليكم تحياتي وتحيات فريق عمل البرنامج، وإلى اللقاء.